هنتعلم دلوقتي ازاي نعمل توسيع عند المنحنيات، وازاي اعمل تغيير لعرض الجزيرة. فاحنا عندنا الاينمنت بالشكل ده، وعندها كيرف بالشكل ده، واحنا عاوزين نمثل الوايدنج او نعمل التوسعة عند المنحنى ده ونمثلها في الكرة. فهي باختصار الطريقة دي بتعتمد ان انا بعمل اوفست للالاينمنت، والجزء اللي بعمل منه اوفست بحدد شكل المسار اللي انا عاوز اشتغل عليه. يعني التوسعه بعمل اوفست للالاينمنت بقدر التوسعه دي، والميديان بعمل اوفست للالاينمنت بعرض الميديان اللي انا عاوزه. ده الالاينمنت عندنا، وده البروفايل بتاعنا. هنعمل كوبري من ستيشن 680 لحد ستيشن 5700. فانا اللي انا هعمله ان انا هعمل اول حاجه هنتكلم عن التوسعه عند المنحنيات. هعمل توسعه عند المنحنيات ان انا بعمل توسعه للحاره. فانا لما عاوز اعمل اوفست للالاينمنت واطبق عليها توسعه الحاره، يبقى انا الاوفست ديستانس هتبقى نص عرض الجزيره زائد عرض الحارات. فاحنا لو جينا نبص على الاسمبلي بتاعنا، هقيس هقيس المسافة من السنتر لاين لحد عرض الحرارات، هتبقى 25.5. يبقى ده العرض اللي انا هعمل عليه اوفست الاينمنت ويطبق عليه التوسعة. فانا هعلم على الاينمنت دي وهعمل اوفست الاينمنت، هقوله عاوز اعمل بداية للنهاية، والاوفست اللي انا هعمله واحدة بس. المسافة اللي انا هعمل عليها اوفست اللي هو قلنا عليها 25.5، اللي هي نص عرض الجزيرة زائد عرض الحارات، هتبقى 25.5 يمين و25.5 شمال. ده اوسط الاينمنت. نيجي على اهم حته اللي هي التوسعه، الوايدنج كرايتيريا. هنقول له ان انت عامل له وايدنج عند الكيرفات. هنا لو عاوز اعمل الوايدنج مانيوال، هنا لو هو عاوز يحسبها اوتوماتيك فانا هعملها اوتوماتيك. هنا الوايدنج موثود عندي كذا حاجه حسب نوع العربيه اللي هستخدمها. فانا ممكن استخدم الستاندرد، او ممكن اختار نوع العربيه القياسيه اللي انا هشتغل عليها على حسب العربيات اللي هي كانت موجوده في المشروع عندكم وانتم بتحسبوا الاي سي اي. فانا ممكن نحسب الاشتو ستاندرد في الميولا. يقول لك التوسعه تعملها فين، انسايد اونلي ولا اوت سايد اونلي ولا بوث سايد. يعني هل هتعملها على الداخل ولا على الخارج ولا على الناحيتين. فانا ممكن التوسعه كلها نعملها انسايد اونلي ونشوف هتعمل ازاي. بيقول لك سوبر الفيشن ماكسيمم هنشتغل عليه تقريبا 10% اللي شغالين عليه. والطريق اللي احنا بنشتغل عليه بلانر، ودي المعايير اللي احنا كنا شغالين عليها واحنا بنسرب السوبر الفيشن. بيقول لك النورمال لون ويتس اللي هو عرض الحارات، انا في الاسمبلي عندي عامله 10.5 تمام. عدد الحارات يمين وشمال، بدل ما انا كتبت عرض الحارات في النورمال لين ويتس يبقى انا بخلي عرض الحارات واحد. لو انا كتبت عرض حارة واحدة يبقى انا بكتب عدد الحارات هنا تلاتة تلاتة. يعني يا اما اكتب هنا عدد الحارات كلها واكتب عدد الحارات بواحد، او اكتب هنا عرض حارة واحدة وهنا اكتب عدد الحارات اللي عندي. هنا الويل بيس لينس يعني اقصى طول عربية هنستخدمها، فنسيبها زي ما هي 8، وبعد كده نعمل اوكي. كده عمل لي الاوفست الاينمنت يمين وشمال. الاوفست الاينمنت مقدار 25.5 يمين وشمال. نيجي نشوف طبق الوايدنج ولا هنشوف هنا اللي هو الخط المستقيم
وبعد كده حصلت توسعة. أو خط مستقيم وبعد كده حصل توسعة عند المنحنى. فده بالنسبة لعمل التوسعة، كده عمل توسعة داخلية. ده بالنسبة للتوسعة. عاوزين نعمل، احنا عندنا هيبقى عرض الجزيرة على الطريق 15 متر، عاوزين مثلا نغير عرض الجزيرة عند الكوبري نخليها 2 متر. فاحنا الكوبري عندنا من ستيشن، نتفق الستيشن زي ما قلنا من ستيشن 500، من ستيشن 620. فاحنا هنخلي من تو ستيشن اوفست الاينمنت بجزيرة عرضها 2 متر. فاحنا هنعمل اوفست 1 متر يمين 1 متر شمال. فاحنا هنيجي على الاينمنت تاني وهنقول له اوفست الاينمنت. هنا بقى هنحدد الستيشن اللي هي بتاعت كوبري او اللي انا هغير فيها عرض الجزيرة. هختارها من هنا. اللي هي 5700. والاند هتبقى 620. والأوفست زي ما قلنا عرض الجزيرة 2 متر، يبقى هيبقى 1 متر يمين 1 متر شمال. اوكي كده عمل اوفست بمقدار عرض الجزيرة. احنا عملنا اوفست الاينمنت عشان التوسيع عند المنحنيات، وعملنا اوفست بمقدار عرض الجزيرة. نيجي بقى على الاسمبلي. الاسمبلي هنا الحرارة، لو احنا هنغير في الجزيرة هنا نستخدم اللين فروم تابرد ميديان. لين فروم تابرد ميديان بنجيبها منين؟ نيجي هنا طول باليت، وباجي على اللين، لين فروم طورد ميديان 1، واختار العرض بتاعها اللي هو 10.5، وطبعا هفعل سوبر اليفيشن رايت اوت سايد زي ما اتفقنا. يبقى انا كده بحط اللين طورد ميديان دي لو عاوز اشكل في عرض الميديان، عاوز اشكل في عرضها. لو مش هشكل في عرضها يبقى انا بختار اللين سوبر الفيشن اللي احنا استخدمناها قبل كده. طب في نقطة اتكلمت عليها اللي هو الجزيرة اللي عند الكوبري. للأسف لما نيجي على الاسمبلي بتاعة البريدج، لا بريدج، نيجي على الاسمبلي بتاعها مفيش ميديان. ف اللي انا هعمله ممكن اخلي عرض كوبري بعرض الطريق وخلاص، يعني مش هعمل جزيرة، هعمل بارير وبس. بس لو عاوزين تعملوا بريدج وفي جزيرة، فانا بعمل الاسمبلي دي كوبي، اعلم عليها واعمل لها كوبي وبيست. طبعا الاسمبلي دي هيتعمل لها دوبليكيت، فاحنا نغير الاسم بتاعها، هنقول عليه بريدج.
ماشي. تو البريد الاختلاف هنا ان انا همسح الشولدر وامسح اللي هو السلوب، عشان طبعا مفيش فيل ولا قط في البريدج. فانا اللي انا عملته ان انا خلقت اسمبلي للكوبري، عشان اسمبلي الكوبري مفيهاش ميدي، وهعمل البارير الخاصة بيه. اجي على طول باليت واجي على بيزك واختار بيزك بارير واعمله يمين واعمله شمال. ده بخلق اسمبلي مشابهة للكوبري. نيجي بقى على النقطة اللي هي خاصة بالكوريدور، عشان اطبق الوايدنج وتغيير. قبل ما نشوف موضوع الكوريدور، عاوزين نشوف ايه الكيرف اتوسع بقد ايه. فلما جيت حسبت الدايمنشن لقينا قبل التوسعة 25.5، دي اللي هي الاوفست العادي. بعد التوسعة العرض بقى 27.7، يعني 27.7 ناقص 25.5 2.2، يعني انا التوسعة 2 متر و2. فده عشان تتأكدوا هل حدث التوسعة ولا لا. نيجي بقى نعمل الكوريدور. فكرة الكوريدور بشكل سريع، ان انا هقول له ان خلي الحاره بتاعتك ماشيه على التارجت ده يمين وشمال عشان يطبق التوسعه اللي عندي. فانا اللي انا هعمله ان انا اخلي للحاره اللي هي في الاسمبلي لها التارجت يمين بتاعها اللي هو ده، والتارجت الشمال بتاعها اللي هو ده. فنيجي نشوف الكلام. نيجي ندوس على الالاينمنت ونعمل كوريدور. زي ما قلنا هنختار الالاينمنت البروفايل اللي هو الديزاين، الاسمبلي هيبقى الستاندرد رود، التارجت سيرفيس اللي هو السيرفيس اللي عندنا. هنا هيبقى في بريدج، فاحنا هنقسم الكوريدور بتاعنا ليه ثلاث مناطق: منطقة قبل الكوبري، منطقة الكوبري نفسها، منطقة ما بعد الكوبري. فاحنا هنعمل نيجي على المنطقة دي ونعمل سبليت ريجو، ونختار منطقة الكوبري اللي احنا عملنا لها اوفست الاينمنت اللي هي هنا دي بدايتها، وهعمل فصل عند نهاية الكوبري اللي هي دي، وعمل اسكيب. يبقى كده قسم لي تلات مناطق: المنطقة الأولانية دي قبل الكوبري، المنطقة التانية دي خاصة بالكوبري، المنطقة التالتة اللي هي بعد الكوبري. المنطقة اللي قبل الكوبري هختار اسمبلي بتاعها رود، المنطقة اللي في الكوبري هختار اسمبلي بتاعها بريدج، المنطقة اللي هي بعد الكوبري اختار المنطقة بتاع الرد اللي هو الاسمبلي العادي. نيجي بقى اللي هيعمل لنا موضوع التوسعة وتغيير الميديان اللي هو التارجت. المنطقة الاولانية اللي هي قبل الكوبري وبعد الكوبري نفس القصة. نيجي ندوس على تارجت ونشوف هنطبق الكلام ده ازاي. عشان نطبق موضوع التوسعة زي ما قلنا ان احنا هندي تارجت للحاره، اللي هي الالاينمنت اللي عملنا لها اوفست 25.5. فاحنا نيجي على اللين ويدث تارجت، وهنختار الاوفست الالاينمنت اللي عملناه اللي هو 25.5. ندوس هنا بقى التارجت اللي عندنا هنختار
واحنا شغالين رايت يبقى هنختار 25.5 الاوفست الاينمنت اللي عملناه في الاول، ونعمل اد اوكي. وبالنسبة للناحية الشمال اختار اوفست الاينمنت اللي احنا عملنا له 25.5 بس ليفت، اللي هي 25.5 ليفت اوكي. فده بالنسبة لتطبيق التوسعة. هنعمل نفس الكلام لبعض الكوبري عشان لو في كيرفات. التارجت اللين ويتس تارجت ده اللي هو هيبقى ناحية اليمين، هنختاره روت رايت 25.5 الأوفست اللي عملناه 25.5 عشان الكيرف رايت اد. والناحية الشمال نفس القصة 25.5 اد، وبعد كده اوكي. يبقى احنا كده طبقنا توسعة الكيرفات في الجزء اللي قبل الكوبري واللي بعد الكوبري. عاوزين نطبق اللي هو موضوع تغيير الجزيرة في البريدج. طبعا احنا مش هنعمل توسعة في البريدج لان البريدج مفيهوش كيرف. لو في كيرف يبقى احنا هنطبق عليه موضوع التوسعة. فاحنا عندنا تارجت واحد، التارجت الخاص بالميديان. هنختار الميديان الاينمنت اتش، هيبقى التارجت بتاعنا اللي هو الاوفست الاينمنت اللي عملنا لها 1 متر اللي هو الخطوة التانية. فهتبقى الميديان اتش الاينمنت بالنسبة لناحية اليمين هتبقى رود رايت 1 متر اوكي. وبالنسبة للميديان اتش الاينمنت اللي هو ناحية الشمال هيبقى رود ليفت 1 اوكي. بعد كده اوكي. يبقى احنا كده طبقنا التارجت الخاص بالتوسعة لكيرفات وتغيير الميديان. نضغط اوكي ونشوف كده، نعمل ريبل للكوريدور، هنشوف عندي الكيرف التوسعة اتطبقت اهي. يعني حدود الكوريدور بقت على حدود التوسعة اللي عندي، فكده حصلت توسعة عند المنحنى. نشوف بقى موضوع ايه الجزيرة. فهو الطريق ماشي اهو، وبعد كده في كوبري لقينا ان الجزيرة كانت 15 متر اللي هو العرض بتاعها ده، والحارة معاه. فكده عرض الجزيرة قل بالتدريج من 15 متر وبقى 2 متر. فده موضوع اللي هو التوسعة عند المنحنيات وتغيير عرض الجزيرة. شكرا والتوفيق ان شاء الله.